المؤلف رحمه الله التأنيث. بسم الله. قال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصير، ولا تلي فارقة فاعولة، أصول المفعال والمفعيلة، كذاك مفعل وما تليه، فالفرق من ذي فالشذوذ فيه، ومن فاعل كقتيل انتبع، موصوفه غالبا التاء تمتنع، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد النحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولا ومرطا، وزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا، ذكرى وحث ذا مع الكفر، كذاك خل طامع الشقارا، وعزول غير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعل لا فعولا وفعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعكسا ومطلق العين فعال وكذا، مطلق فاء فعل وأخذ سبحانه. قال رحمه الله: التأنيث والتذكير. قالوا: الأصل التذكير، لأن التأنيث يفتقر إلى علامة، التذكير لا يفتقر إلى علامة. ما لا يفتقر أصل لما يفتقر. الدليل آخر: كل مؤنث ومذكر يطلق عليه شيء، وشيء في نفسها مذكر. قال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، والتاء تاءان، تاء متحركة تكون في آخر الاسم، وتاء ساكنة تكون في آخر الفعل الماضي، تاء تاءان. والتاء أوضح، لأنها لا تلتبس بغيرها، الألف تلتبس، قد تكون مقصورة أو ممدودة، وقد تكون المقصورة أصلية، وقد تكون للإلحاق، وقد تكون للتكثير، فأربع مجموعة أربعة بخلاف التاء لا تلتبس بغيرها. أنا قوله علامة التأنيث تاء، ولذلك سبق قدمها ابن مالك كما هو منهجه، يقدم الكثير، يقدم الراجح، يقدم الأصل على التأنيث تاء أو ألف. وفي أسامي قدروا التاء، أسامي جمع تقول اسم وتقول أسماء وتقول أسامي، وفي أسامي قدروا التاء ليست فيها تاء ولكننا نقدرها، كالكتف تقول هذه كتف أو كسرت الكتف، يعرف التقدير بالضمير بعود الضمير عليها، نحو النار أعاذنا الله منها لهم فيها دار الخلد، وكذلك تأنيث فعله ولما فصلت العير، نقدر التاء لأن فعله أنث أو خبره، مثل هذه جهنم، قصدي الإشارة إليها، مثل هذه جهنم، والحرب مدمرة خبره، أو بدت الحرب مدمرة حاله أو ضميره أو فعله أو الإشارة إليه أو الحال منه أو وصفه، وبير معطلة وقصر مشيد، البير مؤنثة، أنا أقول، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أو إعادة التاء في التصغير، كقولك في عين عيينة، وفي أذن أذينة، وفي سن سنين، إعادة التاء عند التصغير، إعادة التصغير. قال رحمه الله: وكذلك سقوطها من عدده، وهو مهم، سقوطها من عدده. قال: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع، يصف قوسا. قال: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع، عرفنا أن الذراع مؤنثة لأن التاء سقطت من عددها، قال ثلاث أذرع، لم يقل ثلاثة أذرع، ويصبع ورها، سقوطها من عدده يدل على أن المعدود مؤنث. قال أحمد: ولا تلي فارقة فعولة، أصلا فعول أصلية، وهي التي معناها فاعل، لا تليها التاء فارقة، فتقول رجل جسور وامرأة جسور، ورجل صبور وامرأة صبور، هذه
الأصلية، فعول الأصلية، أما فعول غير الأصلية التي معناها مفعول فإن التاء تليها فارقة للمؤنث، فتقول ركوبة وحلوبة، واضحة؟ هذه فعول بمعنى مركوبة ومحلوبة، ففعول هنا ليست على بابها بل هي معناها مفعول، ولذلك ولي التاء. ومفهومه أن التاء تليها غير فارقة، نحو رجل امرأة ملولة، هذه المبالغة ليست للتأنيث، واضحة؟ وامرأة فروقة شديدة الخوف، هذه المبالغة. المهم أن التاء لا تلي فعول الأصلية وهي للتأنيث، فقد تليها وهي غير أصلية، وقد تليها وهي لغير التأنيث، واضحة؟ فعول وللمفعال كذلك، المفعال لا تليها التاء، تقول رجل من حار وامرأة من حار ومفعيل، امرأة معطير ورجل معطير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا وللمفعال والمفعيلا. كذلك مفعل تقول رجل مغشم وامرأة مغشم ورجل مدعس وامرأة مدعس، هذه الأوزان الأربعة لا تلي التاء فارقة. وما تليه تالفرق منه فشذوذ فيه، إذا جاءتك التاء للفرق فهذا شاذ، سمع من كلام العرب امرأة مسكينة، مرحبا امرأة مسكينة، هذه وتقول عدوة، قالوا عدوة ومسكينة، الأصل أن تقول امرأة مسكين لأنها مفعيل، وسمعت الأصل سمع امرأة مسكين، وقالوا عدوة حملت على صديقة، صديقة تأتي صديقة اسمها الأوزان، تقول رجل صديق وامرأة صديقة، فقالوا رجل عدو وامرأة عدوة حملا عليها، أظهر؟ نعم. أنا أقول ولا وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، وكذلك فعيل إذا تبعت موصوفها وكانت على بابها وهي التي معناها مفعول لا تليها التاء فارقة، تقول مرأة امرأة جريح وبرجل جريح، ومرأة امرأة قتيل وبرجل قتيل، هذه كانت قتيل على بابها، فإن كانت قتيل فعيل بمعنى فاعل تليها، مثل رجل رحيم وامرأة رحيمة، ورجل قدير وامرأة قديرة، لأنها بمعنى فاعل، وشد قولهم خصلة ذميمة مذمومة وصفة حميدة، فعيل جاءت على بابها بمعنى مفعول وجاءت التاء شاذ، واضح؟ فإن لم يسبقها موصوف لا بد من التاء، تقول مررت بقتيلة حتى لا يظن أنه رجل، وذلك قال ابن مالك ومن فعيل كقتيل، إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، واضح؟ التاء هي الأصل في التأنيث، والأصل فيها أن تكون للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات، أما في الأسماء فلا يقع ذلك، الأسماء لا يقع لأنها لا تلتبس، تقول ناقة وجمل، وتقول نعجة وكبش، وتقول معزة وتيس، في الصفات نحتاج إليها، تقول كاتب وكاتبة ونائم ونائمة، هذا الأصل فيها. وجاءت قليلا للفرق بين المذكر والمؤنث في الأسماء، سمع من كلامهم غلام وغلامة، وفتى وفتاة، وامرؤ وامرأة، وحمار وحمارة، وأسد وأسدة، ورجل ورجلة، وهو أغربها، تقول هند رجلة عاقلة، لا شيء فيها عربية ما فيها شيء، نفهم؟ الرجل يا شيخ رجلة، تقول هند رجلة كريمة، فليس رجل وهي غريبة، واضحة؟ قال بعضهم وإنسان وإنسانة، وقال بعضهم عامية ليست عربية، أما قوله ثم قال رحمه هذا الأصل فيها. وتأتي لأغراض أخرى، تأتي لأغراض أخرى، تأتي للفرق بين الجمع والمفرد في أسماء الأجناس، كتمر وتمرة، وسدر وسدرة، وتأتي للمبالغة كراوية، وتأكيد المبالغة كعلامة ونسابة، وتأتي للتعويض عن محذوف كزنديق وزنادقة، وتأتي للتعويض عن فاعل كلمة خاصة كصفة وعدة وزنة، جاءت عوض عن الواو وزنة تقول زينة، سقطت الواو جاءت التاء،
نعم وصفة. وتتي عوضا عن العين في أقام إقامة واستقام استقامة، العين سقطت. وتتي عوض عن اللام في سنة ومئة وكله كلية كلها كلية رئة 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 ليس كلية رئة وعظة. نعم لا يقال اسم مصدر، لكن مصدر ليس فيه مصدر، ليس اسم مصدر. عدة هذا مصدر ليس اسم مصدر، طالما انه جاء التعويض فهو مصدر. اسم مصدر ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض حروف الفعل دون تعويض، فاذا عوض صار مصدر. انا قوله قلنا وتاتي كذلك تاتي للتكثير كنعجه، تاتي للتكثير كبلده وقريه، وتاكيد التانيث كنعجه. تانيثها مفهوم من لفظها لكن جاء التالي تاكيد التانيث نعجه. هذه بعض معانيها حتى انتهى منها. نعم دخل في الالف، والالف الفان، الف مقصوره كغضب وشبع، والف ممدوده وهي التي جاءت قبلها الف لغرض المد فانقلبت هي همزه، وهي صحراء. صحراء الف التانيث هي الهمزه الاولى مد فقط سبقتها فقلبتها همزه، وبيضاء الف التانيث هي الثانيه التي انقلبت همزه. وضح انا قوله والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو انثى الغر انثى الغر غراء. والاشتهار في مباني الاولى لها 12 وزنا مشهوره يبديه وزن ورباء داهيه فعلى والطولى فعلى ابوي والطولى ومرطى نوع من المشي مرطى فعلى وزن فعلى مصدر كدعوى او صفه كقتلى او جمع كجرحى. فإن كانت لغير الثلاثة تحتمل أن تكون للحاق وأن تكون للتانيث نحو تترى وعلقى. من قال هي ألف تانيث قال ثم أرسلنا رسولنا تتري منع من الصرف، ومن قال هي للحاق قال تترا لأن ألف للحاق لا تمنع الصرف إلا إذا كانت مع العالمية كما مر بكم. خلاص قال رحمه الله وما يصير علما من ذي ألف زيدت الإلحاق فليس ينصرف. نعم قال ماذا قال ذلك؟ والاشتهار بديه وزن أوربا والطولة ومرطا وزن فعلا جمعا ومصدرا أو صفة وكحبارا فعالا سمانا. نعم خبر ثم اسم للباطل فعلا اقرأ سبطرا فعلا فعلا سبطرا نوع من المشي. نعم نعم ذكرى فعلا. نعم حثيثة اسم الحث حثيثة فعيلة أقرأ كفرة وإعادة طلع كفرة فعلة. نعم خليطة صار قوم خليطة خليطة فعيلة. نعم شقارة نبت شقارة فعالة. نعم وعزول غير هذه استندارة يعني هذه الأوزان المشهورة 12 وقال يأتي غيرها مثل خيسرة فيعلى اسم للخسارة